بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهارده ان شاء الله البلوكس ديستريبيوشن with more than one independent variable. في المحاضرات اللي فاتت كنا بنحل مسائل المومنتم ترانسبورت بحيث ان في النهايه كانت المساله بتقول الى اوردينري ديفرنشال ايكويشن. خلاص؟ احنا عارفين ان الايكويشن اوف موشن او نابير ستوكس ايكويشن عباره عن مجموعه من البارشال ديفرنشال ايكويشنز، تمام؟ فعشان البارشال ديفرنشال ايكويشن تبقى اوردينري ديفرنشال ايكويشن يبقى في النهايه انا عندي 1 ديبندنت فاريبل فانكشن في 1 اندبندنت فاريبل. ده في الكيسز الفيري فيري سمبل اللي خدناها في المحاضرات اللي فاتت. خلاص؟ احنا عندنا، تعالوا نفتكر مع بعض، احنا عندنا اثنين ديبندنت فاريبلز اللي هم البريشر والفيلوستي، وطبعا الفيلوستي فيهم جواهم بقى في اكس في واي في زد، تمام؟ يبقى تقدر تقول ايه، كان عندنا اربعه ديبندنت فاريبلز، فيلوستي في اكس في واي في زد والبريشر، والاندبندنت فاريبلز برضو اربعه، التايم والاكس والواي والزد. فالمساله ممكن تبقى معقده جدا، ممكن يبقى عندك اكتر من فيلوستي كومبوننت، ممكن يبقى عندك اكتر من سبيس فاريبل اكس واي وزد وكده، والدنيا بتتكعبل جدا. فاحنا في المحاضرات اللي فاتت كنا بناخد حاجه فيري سيمبل، في اكس فانكشن في واي، في واي فانكشن في زد، وهكذا، حاجات كلها فيري سيمبل. المره دي بقى عايزين ناخد حاجات اقرب شويه الى الايه؟ الواقع. حاجات يبقى فيها مور ذان وان اندبندنت، يعني الفيلوستي فانكشن في مثلا اكس وتي، فانكشن في اكس واي وهكذا. خلاص؟ تعالوا نشوف اكزامبل او اكزامبلز بتوع النهارده. اول اكزامبل هناخده النهارده اللي هو الانستيري ستيت فلو. المساله ببساطه جدا، عندنا بليت وفيه ليكويد، والسيستم ده انفاينايت، سوري سيمي انفاينايت. يعني ايه سيمي انفاينايت؟ يعني له نقطه بدايه اللي هي واي بتساوي صفر اللي هنا، ولكن ملوش نقطه نهايه. وفي نقطة مهمة جدا محتاجين نفهمها، إن كلمة infinite أو infinity أوقات كتيرة ما بيبقاش رقم كبير أوي أوي أوي، ولكنه كبير بالنسبة للمسألة نفسها. يعني أديكم مثال. الـ example ده أنا عندي هنا plane أو plate، تمام؟ وفيه liquid. الليكويد ده ولنفترض مثلا إن بعد 2-3 متر من البليت دوت، الليكويد اللي فوق ده مش حاسس باللي بيحصل هنا. المساله دي فيها ان البليت ده هيتحرك بسرعه في نوت، فهيبتدي الليكويد الملاصق ليه يتحرك. فطبعا كل ما واي دي بتكبر، كل ما الليكويد اللي فوقيها ده او اللي فوق مش حاسس قوي او بيقل احساسه بالبليت ده. بعد مثلا متر مترين ثلاثه وتفر على حسب يعني السرعه والبروبتس بتاعت الليكويد وهكذا، بعد طول معين او بعد بعد معين الليكويد مش هيبقى حاسس باللي بيحصل تحت. فده نقدر نسميه انفاينايت. خلاص؟ يبقى مش لازم الانفاينايت ده يبقى مليون مثلا، لا، ممكن يبقى رقم طبيعي، لكن الليكويد عنده مش بيحس باللي بيحصل تحت. تعالوا كده نقرا مع بعض. A semi infinite body of liquid with constant density and viscosity. يبقى انا كده عارف ان انا هستخدم نابير ستوكس ايكويشن. Below by a horizontal bounded below by a horizontal surface اللي هو السيرفيس ده الاكس واي بلين، الاكس زد بلين اسف. Initially the fluid is at rest. كله الفلويد ده ثابت مكان ما بيتحركش ولا البلين ده. عند تايم بيساوي صفر هنبتدي السوليد ده نحركه في البوزيتيف اكس دايركشن بسرعه قيمتها في نوت وثابته. يقول لي هات الفيلوستي v as function of y and t. There is no pressure gradient or gravity force in the x direction and the flow is presumed to be linear. تمام؟ فهي مسألة بسيطة جدا. كل القصة إن أنا عندي unsteady state system، إن التايم بيأثر في المسألة، لأن في الأول كله at rest وبعد كده بدأ أتحرك البليت ده. فالفيلوستي بتاعتي هتبقى function في التايم وفي y. وبالتالي يبقى it's no longer ordinary differential equation، هتبقى partial differential equation. المساله دي very simple flow، velocity في اتجاه x، function في y، زي اول مساله حليناها خالص لما كان عندي two parallel plates. لو تفتكروا كان في two parallel plates وفي بينهم flow،
ف دي نفس القصه، الفرق بس ان البليت اللي فوق ده مش موجود يعني. فتقدروا تبصوا على الكونتينيوتي ايكويشن والايكويشن موشن ازاي هنديرايف منهم، بحيث هنوصل الى الشكل ده ان هو بارشل في اكس بارشل تي هيساوي طبعا ان انا عندي انستيد ستيت هيساوي نيو هنا اللي هي ميو على رو اللي هي الفيسكوستي على الدنسيتي في التفاضل الثاني للفيلوستي بالنسبه لواي. مش عايزين نضيع وقت في ان انا نجيب الكونتينيوتي من الاول والكوشن اوف موشن من الاول او الريفيرس توكس، يعني دي حاجات يعني خلاص بقت سهله بالنسبه لهم. فالكوشن اوف موشن او الريفيرس توكس اللي في اتجاه الاكس هتاند اب بهذا الشكل. طيب دي كده بارشل ديفرنشال ايكويشن، عندي من الدرجه الاولى تفاضل من الدرجه الاولى في التايم وتفاضل من الدرجه الثانيه في واي، يبقى انا محتاج ثلاثه باوندري كونديشنز او ثلاثه كونديشنز، هيبقى اثنين باوندري وواحد انيشال، عشان هنكامل هنا الثلاث مرات يبقى انا محتاج ثلاثه كونديشنز عشان ثلاثه كوست. فاول واحد اللي هو الانيشال كونديشن بمعنى تايم بيساوي زيرو كان كل السيستم بيساوي زيرو او الفيلوسيتي بيساوي زيرو، عند تايم اصغر من او يساوي صفر الفيلوسيتي بصفر. الباوندري كونديشن الاولاني عند البليت، البليت كان ثابت وبعدين بقى بيتحرك بطول المساله او طول الوقت ب في اكس بتساوي في نوت، يبقى عند واي بتساوي صفر اللاير الملاصقه للبليت اللي هي عند واي بتساوي صفر الفيلوسيتي بتساوي في نوت. الباوندري كونديشن الثاني بعيد قوي عن البليت، الليكويد مش حاسس بالحركه زي ما قلنا ايه يعني كده حته انفاينايت وسيرفر رقم كبير قوي، ولكن هو بعيد بحيث انه مش حاسس بالحر. تمام. طيب دلوقتي المعادله بتاعتنا كنا قلنا ان هي ايه بارشل فاي بارشل تي بيساوي نيو بارشل اتنين فاي بارشل واي سكوير، صح؟ تعال نخليها دايمنشنز، فهنسمي فاي اللي هي في على في نود. تمام، v على v نود تبقى فاي، يبقى دي الدايمنشنلس فيلوسيتي. اوكي طيب تعالوا كده ندردش مع بعض. انا عايز احل اجيب الفاي، عايز اجيب الفيلوسيتي اللي هي في اكس، مش كده؟ طيب فاي دي دلوقتي دايمنشنلس، يعني الحل بتاعي اللي هو فاي عباره عن فانكشن في مين؟ في تي وواي ونيو، مش كده؟ هنا ادي المعادله بتاعتي ما فيهاش غير فاي اللي هو الديبندنت فاريبل والاندبندنت تي وواي وعندنا كونستانت اللي هو نيو، يبقى اذا الفاي عباره عن فانكشن بالثلاثه دول. طيب مش فاي دي دايمنشنلس، يبقى الحل لازم يكون في صوره دايمنشنلس، فينا من الطرف الشمال لازم يساوي الطرف اليمين في الابعاد يعني. فطالما فاي دايمنشنلس يبقى في حل عباره عن فانكشن اوف دايمنشنلس بارامتر. طيب انا عندي واي وتي ونيو، الثلاثه دول لازم يعملوا كومباينيشن من دايمنشنلس بارامتر هيبقى هو الحل، خلاص. طيب فعشان نعرف الدايمنشنلس بارامتر ده شكله ايه، تعالى نعمل معادله نقول ايه، افترض ان الثلاثه دول مضروبين في بعض واي في تي في نيو، واي عباره عن واي تو ذا باور اي في تي تو ذا باور بي في نيو تو ذا باور سي. طيب الابعاد بتاعه الواي اللي هو الطول يعني هنسميه ال، مش كده؟ ال تو ذا باور اي، وتي اللي هو التايم يعني ثيتا، ثيتا تو ذا باور بي، وانا عارف نيو ان هو بيساوي متر سكوير بير سكند او وات ايفر، يعني الطول تربيع في مقسوم على التايم، خلاص. يبقى ال تو ذا باور 2 سي في ثيتا تو ذا باور ماينس سي. تمام، انا كده فرض ان الحل او يعني فورمه الدايمنشنز بارامتر هو y to the power a في t to the power b في new to the power c، خلاص. فانا عارف ان الكلام ده مضروب في بعضه بيساوي dimensionless. تمام، يبقى اذا a plus 2c بيساوي صفر و b minus c بيساوي صفر. تمام، طيب انا كده عندي معادلتين في ثلاث مجاهيل، a و b و c بتربطهم معادلتين. فمعنى ذلك ايه؟ ان في مجموعه من الحلول، يعني دايما لما يبقى عندي عدد الانونز اكتر من عدد المعادلات يبقى اذا في علاقه ما بين الانونز، لكن مفيش حل ديفينيت، هي علاقه بتديني في النهايه مجموعه من الحلول او مجموعه من المعادلات. تمام.
يبقى دلوقتي احنا زي ما وصلنا من السلايد اللي فاتت a بلس 2c بيساوي 0 و b ماينس c بيساوي 0. طيب تعالوا نفترض احنا قلنا دي مفيش حل واحد، في مجموعه حلول. تعالى ناخد الحل اللي عند a بتساوي 1. فافترض a بتساوي 1، يبقى اذا c بتساوي ماينس نص، وهنا b بتساوي c، يعني b بتساوي ماينس نص. تمام؟ يبقى كان عندي y to the power 1 في c اللي هي بتاعت نيو to the power minus نص في b to the power minus نص، يعني كأن ايه y مقسومة على جذر t في نيو. ده احد الحلول، لكن طبعا اقدر ال a ديت تبقى باثنين وبثلاثة وباربعة، يبقى في عدد لا نهائي من الحلول، لكن كلهم هيبقوا بهذا الشكل او بمضاعفاته، يعني y على جذر t في نيو او y سكوير على t في نيو او y اس 3 على t في نيو اس 3 على 2 وهكذا. تمام؟ يبقى اذا المعادله بتاعتي اللي هي او الفيلوسيتي الدايمنشنز فيلوسيتي اللي هو فاي عباره عن فانكشن في حاجه اسمها ايتا دايمنشنز، حيث ايتا دي بتساوي y على جذر نيو في t. طيب اما الاربعه دي ايه؟ الاربعه ده رقم هيسهل لنا شويه في الرياضه، لكن وجوده من عدمه ما فيش فيه اي مشكله. خلاص عشان ما تتلخبطش، هي 4 على نيوتي جذر نيوتي، وجود أربعة دي ما فيش فيه اي مشكله، مجرد هيسهل شويه الشكل الرياضي. اللي احنا عملناه في السلايد اللي فاتت ده بنسميه الكومباينيشن اوف فاريبلز. ليه؟ لان فاي اللي هي الدايمنشنز فيلوسيتي انا دلوقتي خليتها فانكشن في ايتا اللي هي برضه دايمنشنز، اللي هي ايتا دي عباره عن تو فاريبلز في بعض اللي هم التايم والواي، مش كده؟ التي والواي الاثنين دول تو اندبندنت فاريبلز، خليتهم في فاريبل واحد اسمه واي اسمه ايتا. عشان كده بنسمي الطريقه دي كومباينيشن اوف فاريبلز. تعالوا نشوف الطريقه دي ازاي هتحول لي البارشال ديفرنشال ايكويشن الى اوردينال ديفرنشال. تعال ناخد الطرف الشمال اللي هو بارشال فاي بارشال تي بالتشين رول. هقول ايه؟ ان بارشال فاي بارشال تي هتساوي دي فاي دي ايتا في بارشال ايتا بارشال تي. تمام؟ في نقطه مهمه، هو انا ليه كتبت هنا دي وهنا كتبت بارشال؟ لان فاي فانكشن في ايتا فقط. تمام؟ المعادله فاي فانكشن في ايتا فقط من السلايد اللي فاتت، لكن ايتا فانكشن في تي وواي، يبقى هنا دي فاي دي ايتا في بارشال فاي بارشال ايتا. طيب تعالوا نشوف سوري بارشال ايتا بارشال تي تعالوا نشوف بارشال ايتا بارشال تي بتساوي ايه. بارشال ايتا بارشال تي هتساوي واي على جذر 4 نيو، كان هنا في تي في المقام تحت الجذر، يعني تي اس ناقص نص، مش كده؟ تفاضل تي اس ناقص نص بناقص نص في تي اس ناقص 3 على 2. تمام؟ يبقى دي كده ايه؟ بارشال ايتا بارشال تي. طيب تي اس ناقص 3 على 2 عباره عن ايه؟ 1 على تي جذر تي المقام. خلاص؟ يبقى تعالوا ايه ننقل المعادله كده، يبقى الماينس نص اهي، و واي على جذر 4 نيو اهي، وتي اس ناقص 3 على 2 بواحد على تي جذر تي. تمام؟ طيب ده عباره عن ايه؟ واي على جذر 4 نيو تي ده عباره عن ايتا، مش كده؟ يبقى اذا الدي البارشال ايتا بارشال تي هتساوي ناقص نص بواحد على تي في ايتا، يعني ناقص نص في ايتا على تي. تمام؟ يبقى بارشال فاي بارشال تي هتساوي ناقص نص في ايتا على تي في دي فاي واي دي ايتا. طيب تعالوا كده نشوف الطرف اليمين اللي هو كان التفاضل الثاني الفاي بالنسبه لواي سكوير. خلاص تعالوا نشوف الاول التفاضل الاول، هنعمل نفس القصه بارشال فاي بارشال واي، هنعمل تشين رول، يبقى دي فاي دي ايتا في بارشال ايتا بارشال واي. تمام؟ بارشال ايتا بارشال واي سهله خالص، لان هي يعني ايتا بتساوي واي على جذر 4 نيو تي، فتفاضل ايتا بالنسبه لواي مجرد الايه واي تو ذا باور 1 هتبقى 1. يبقى بارشال ايتا بارشال واي 1 على جذر 4 نيو تي. خلاص يبقى دي فاي او سوري بارشال فاي بارشال فاي بارشال واي هتبقى دي فاي باي دي ايتا مضروبه في 1 على جذر 4 نيو تي. طيب احنا عايزين التفاضل الثاني، نعمل نفس القصه نفس التشين رول. التفاضل الثاني لفاي بالنسبه لواي هو عباره عن التفاضل الاول لده بالنسبه لواي في بارشال ايتا في بارشال ايتا سوري التفاضل الاول لده بالنسبه لايتا في بارشال ايتا بارشال واي. اوكي؟ يبقى بارشال 2 فاي بارشال واي سكوير هيساوي
دي باي دي ايتا للكلام دوت اللي في الخوص في بارشال ايتا بارشال واي. بارشال ايتا بارشال واي هي احنا عارفينها اهي، 1 على جذر 4 نيو تي. خلاص يبقى 1 على جذر 4 نيو تي في 1 على جذر 4 نيو تي ب 1 على 4 نيو تي. وطبعا التفاضل دي باي دي ايتا ل دي فاي باي دي ايتا التفاضل الثاني لفاي بالنسبه لايتا سكوير. يبقى اذا الطرف اليمين اللي هو كان التفاضل الثاني الفاي بالنسبه لواي سكوير هيبقى دي 2 فاي دي ايتا سكوير في 1 على 4 نيو تي. يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى احنا حولنا المعادله التفاضليه بدل ما كانت بارشال ديفرنشال ايكويشن فاي از فانكشن اوف تي وواي بقت اورتينري ديفرنشال ايكويشن فاي از فانكشن اوف ايتا اونلي. كده يبقى الطرف اليمين والطرف الشمال بقوا ordinary differentials، هنجمعهم مع بعض هيبقوا ordinary differential equation second order linear homogeneous زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. احنا كان عندنا ثلاثة boundary conditions مش كده؟ اثنين boundary conditions وواحد initial condition. دلوقتي انا عندي second differential في ايتا وfirst differential في ايتا، يبقى انا محتاج فقط اثنين boundary conditions. طيب يعني بالانتويشن كده اكيد الثلاثه كونديشنز اللي كانوا في المعادله لما كانت على هيئه البارشال ديفرنشال ايكويشن هيبقوا اثنين باوند كونديشنز، الثلاثه دول هيبقوا 2. يبقى اتوقع ان في 2 كونديشنز هيبقوا يعني هيندمجوا ويبقوا كونديشن واحد. تعالوا نبص كده، انا عندي هنا اهو عند تي بتساوي صفر او اصغر من صفر كانت الفيلوسيتي بزيرو، تمام. طيب التي دي موجوده فين في المقام مش كده؟ يعني لو تي بصفر يبقى ايتا بانفينيتي. ماشي؟ يبقى اذا عند تي بصفر يعني ايتا بانفينيتي، في اكس بصفر يعني فاي بصفر، لان فاي اللي هي ايه؟ في على في نود. طب تعالى نشوف الايه؟ الباوند كونديشن الثالث ده عند واي بيساوي انفينيتي. طب انا عندي الواي في البسط، يبقى واي بيساوي انفينيتي، ايتا برضه بتساوي انفينيتي. في اكس بيساوي صفر يعني فاي بتساوي صفر. يبقى اذا الكونديشن ده الاولاني والكونديشن الثالث ده الاثنين بقوا نفس الكونديشن اللي هو عند ايتا بتساوي انفينيتي فاي بتساوي صفر، تمام. الكونديشن الثاني عند واي بتساوي صفر، واي دي في البسط يبقى ايتا بتساوي صفر، فاي في اكس بتساوي في نود يعني فاي بتساوي واحد، تمام. يبقى دول التو باوند كونديشنز اللي انا هشتغل عليها. تعالى نكمل المعادله دي الفيرست انتجرال. هنعمل ايه؟ هنسمي نعمل حاجه اسمها ريدكشن اوف اوردر. هنسمي دي فاي دي ايتا بساي، تمام. ويبقى هنا دي ساي دي ايتا زائد 2 ايتا في ساي بيساوي صفر. ماشي؟ يبقى كده ايه؟ عملت ريدكشن، بدل ما سكند اوردر بقت فيرست اوردر. يبقى هنا ايه؟ دي ساي دي ايتا وهنا ساي، فاقدر احلها اجيب ايه؟ دي ساي على ساي وكامل، هيطلع لي ساي بيساوي سي 1 في اي تو ذا باور ماينس ايتا سكوير. الحل بتاع الديفرنشال ايكويشن، انا حاسس ان انا في ايه في السلايد اللي فاتت كده اول خطوه يعني قلتها بسرعه، فخلوني ايه اقولها تاني بالراحه. احنا قلنا نعمل ريدكشن اوف اوردر، يعني ايه؟ يعني انا عندي دي اوردينال ديفرنشال ايكويشن من الدرجه الثانيه فاي، خلاص. بس ما عنديش فاي لوحدها، يعني عندي التفاضل الثاني الفاي والتفاضل الاول. ففي الحالات دي بنعمل حاجه اسمها ريدكشن اوف اوردر، هنسمي دي فاي دي ايتا بساي، خلاص. فيبقى كده التفاضل الثاني لفاي هيبقى التفاضل الاول لساي، ودي فاي دي ايتا هي ساي، تمام. اودي الماينس 2 ايتا الناحيه الثانيه واقسم على ساي، وهنا اودي اضرب في دي ايتا الطرفين، فيبقى هنا دي ساي على ساي هتساوي ماينس 2 ايتا دي ايتا، تمام. طبعا تكامل واحد على اكس بلين اكس مش كده، فتكامل دي ساي على ساي بلين ساي، وهنا ايتا اس 2 على 2، الاثنين هتروح مع الاثنين يبقى ماينس ايتا سكوير زائد كونستنت. اخد اكسبوننشال للطرفين يبقى اي اس لين طبعا بيروحوا مع بعض، يبقى ساي هتساوي اي اس ماينس ايتا سكوير، وطبعا عندي الكونستنت هيبقى هنا هيبقى سي 1 المختلف عن سي، يبقى سي 1 في اي اس ماينس ايتا سكوير. طيب يبقى احنا من السلايد اللي فاتت قلنا ايه؟ ان ساي بتساوي سي 1 في اي اس ماينس ايتا سكوير، صح؟ بس ساي دي اللي هي دي فاي باي دي ايتا، صح كده؟ طيب
تعالوا نكامل، يبقى نودي دي ايتا الناحية التانية، وهنا تبقى دي فاي، تكامل دي فاي بفاي، تكامل اي اس ماينس ايتا سكوير دي ايتا. دي ملوش ليها، او الصيغة دي ملهاش اناليتيكال سوليوشن معروف، يعني تكامل اي اس ماينس اكس سكوير دي اكس دي مفيش صيغة معينة ليها خلاص، وبالتالي هتفضل بالشكل ده اي اس ماينس ايتا سكوير دي ايتا خلاص. يبقى الحل هو تكامل اي اس ماينس ايتا سكوير دي ايتا، وهنا عندي سي 1 اللي جاي من هنا بلس سي 2 بتاعه التكامل. طيب في نقطه هنا مهمه جدا ساعات ناس بتتلخبط فيها، بيقولوا ايه؟ لا طب انت طالما حطيت حدود للتكامل ما ينفعش تحط كونستانت، مش كده؟ يعني في ناس او احنا يعني اتعلمنا طالما حطينا حدود للتكامل ما نحطش كونستانت ماشي، فالمفروض السي 2 ده ما يبقاش موجود. لا خد بالك، حدود التكامل لو ظهر فيها الاندبندنت فاريبل اللي هو ايتا في حالتنا سواء تحت او فوق يبقى كان الحدود دي مش موجوده واحط الكونستنت. ليه؟ لان وجود الفاريبل هنا اللي هو اسمه ايتا في حدود التكامل معناه ان هيطلع لي صيغه فانكشن في ايتا، تمام؟ مش هيطلع لي مش بكامل من 0 ل 1 من 0 لانفينيتي، في الحالات دي ما يبقاش في كونستنت. لكن طالما ظهر كونستانت هنا يعني هيبقى في اكسبريشن، يبقى لازم احط كونستانت ويجاب من الباوندري كونديشن. طب انا ليه اخترت الشكل ده من 0 لايتا؟ هنشوف دلوقتي. طيب انا دلوقتي عندي سي 1 وسي 2 عايزين نجيبهم، هنجيبهم منين؟ من الباوندري كونديشنز. عند ايتا بتساوي 0 فاي بتساوي 1. طيب حط هنا ايتا بصفر يبقى تكامل من 0 ل 0 بايه؟ 0 طبعا، وفاي ب1 يبقى سي 2 طلعت بايه؟ ب1. يبقى اذا اختياري للشكل ده سهل لي قيم سي 2، وهنشوف دلوقتي سي 1 برضه. اوكي؟ طيب عند ايتا بتساوي انفينيتي فاي بتساوي 0 مش كده؟ طيب انا عندي هنا سي بتساوي 1، سي 2 بتساوي 1، وعايز اجيب سي 1، يبقى احط هنا 0 واحط هنا ايه؟ انفينيتي، تمام؟ يبقى سي 1 هيبقى ماينس 1 لان سي 2 هتيجي الناحيه دي، ماينس 1 على تكامل من 0 لانفينيتي في اي اس ماينس ايتا سكوير دي ايتا. يبقى احنا من السلايد اللي فاتت جبنا سي 1 وسي 2، سي 1 كانت سي 2 كانت ب1 وسي 1 كانت بناقص 1 على التكامل من 0 لانفينيتي. الشكل ده اللي هو البسط على المقام اللي هو الشكل ده بنعرفه بان اسمه الايرور فانكشن في الرياضه، تكامل من 0 لاي فاريبل وليكن اكس زي الشكل ده، تكامل من 0 لاكس على تكامل من 0 لانفينيتي لاي اس ماينس اكس سكوير دي اكس، الكلام ده بيساوي الايرور فانكشن. يبقى اذا الفاي بيساوي 1 ناقص الايرور فانكشن، تمام؟ والقيمه بتاعه تكامل من 0 لانفينيتي دي قيمتها جذر باي على 2، يعني تكامل من 0 لانفينيتي لاي اس ماينس ايتا سكوير دي ايتا قيمتها جذر باي على ال 2، فممكن اقول ان فاي بتساوي 1 ناقص 2 على جذر باي في التكامل كذا، او على طول اقول انها 1 ناقص الايرور فانكشن. في نقطة يعني بتلخبط بعض الناس بيقول لي مثلا هو احنا ليه حاطين هنا اكس بار او ايتا بار؟ الناس بتوع الرياضة بيبقى ليهم يعني لغة كده، فهو بيقول لك ايه، طالما في فاريبل انا هعوض بيه بعد ما اعمل التكامل فبلاش اخلي التو فاريبلز زي بعض، يعني ده التكامل من زيرو لايتا خلاص خلي اللي جوه ده ايتا بار، على اساس ان انت هتعمل التكامل وبعد ما تعمل التكامل تعوض بايتا، تمام؟ فيعني احنا ايه، الموضوع بسيط، سواء حطيت ايتا او ايتا بار الموضوع بسيط، يعني احنا مش بندقق قوي على الحاجات الرفيعه اللي الناس بتوع الرياضه بيحبوا يعملوها يعني. تمام. طيب تعالوا نشوف الفيلوسيتي بروفايل. ده الشكل بتاع الفيلوسيتي بروفايل، الواي اكسس هيبقى الفاي اللي هي في اكس على في نود، والاكس اكسس اللي هو ايتا اللي هي واي على جذر 4 نيوتي، وده شكل الكيرف. طبعا احنا لازم نتعود ونتعلم ان وظيفتنا مش بس ان احنا نحل المساله، لا احنا بعد ما يجي الحل او بعد ما نعمل الحل ونشوف الحل ونوصل للصيغه النهائيه او الشكل، ان احنا نتاكد ان الكلام ده ساوند، ان الكلام ده مظبوط، ان ات اجريز وذ يعني وذ اوبزرفيشن. فتعالوا كده نشوف. طبعا فاي من 0 ل 1 مش كده، لان في اكس اقل حاجه صفر واكتر حاجه تبقى في نود.
عند ايتا صغيره. يعني ايه؟ يعني واي صغيره خالص. يعني ايه واي صغيره؟ يعني واي جنب الوول اللي بتتحرك، مش كده؟ ما الوول بتتحرك بفي نود، او البليت بتتحرك بفي نود اللي تحت. يبقى كل ما واي تبقى صغيره كل ما تقرب للفيلوسيتي الماكسيمم اللي هي في نود. يبقى كلام منطقي جدا، تمام. وفي نفس الوقت كل ما تي تبقى كبيره، يعني بعد وقت طويل، كل ما يبقى الايه الليكويد خد سرعه اكتر. فيبقى اذا كل ما واي تصغر او تي تكبر، يبقى انا بروح ناحيه الايه الايه البيج فاليوز اوف فاي او البيج فاليوز اوف في اكس. والعكس صحيح، كل ما واي تكبر يعني ابعد خالص عن البليت، فكأن الليكويد مش حاسس بالحركه خالص، تمام. كل ما ابعد يعني واي تكبر او تي تصغر في الاول خالص، كل ما اعمل الاثنين دول كل ما يبقى الفيلوسيتي صغيره خالص، يبقى ات اجريز اهي الفيلوسيتي قريبه او رايحه ناحيه الصفر. يبقى انا لازم زي ما قلنا مش بس احل المساله، اتاكد ان الحل اللي طلع ده ميك سنس و متفق مع الملاحظه. وبكده نبقى خلصنا الاكزامبل الاولاني في الانستيدي ستيت. ان شاء الله المحاضره الجايه هناخد اكزامبل 2.